بمبادرات لم الشمل وأهداف تحقيق الإجماع، تمر سنة 2018 تاركة جدلاً وتساؤلات خيمت على الساحة الوطنية. سنة كانت بدايتها انطلاق عهد جديد مع الهوية لتختتم بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة. هي سنة تنقضي وتقبل أخرى، ويبقى الحدث السياسي مهيمناً على ما حملته 2018 بامتياز. حدث سيبقى راسخاً في الأذهان، هو أول يوم تنطق فيه السياسة بلسان أمازيغي. كيف لا وقد كان هذا اليوم أول محطة للاحتفال برأس السنة الأمازيغية، وجعل هذه اللغة رسمية لتضاف إلى كل ما تسخر به الجزائر من موروث حضاري. الانتصار للهوية تبعه انتصار آخر على الجريمة. 701 كيلوغرام من الكوكايين تحجز بميناء وهران، كمية غير مسبوقة كادت تدخل أرض الوطن، فأحدثت ضجة كبيرة صاحبتها سلسلة من التوقيفات والإقالات. هو التاريخ الذي انطلقت فيه المبادرات السياسية ميدانياً. حركة مجتمع السلم تباشر سلسلة لقاءاتها الحزبية في إطار الوفاق الوطني، مبادرة تلتها مبادرات أخرى من أحزاب مختلفة، كلها تدعو للحوار لتحصيل الإجماع. الأطروحات تعددت والأهداف اختلفت. هذا المشهد كان بالبرلمان الجزائري. نواب الأغلبية النيابية يغلقون المدخل الرسمي للمجلس الشعبي الوطني لمنع رئيسه السابق من الدخول في أعقاب سحب الثقة. تلاها إعلان حالة شغور والتمهيد لانتخاب رئيس جديد. نهاية انسداد البرلمان عقب حادثة الغلق وانتخاب رئيس جديد أعاد النشاط للهيئة التشريعية، نشاط تبعه مناقشة مشاريع قوانين والمصادقة على أخرى، لعل أبرزها قانون المالية 2019 الذي جاء هذه السنة خاليا من الزيادات. نهاية أزمة البرلمان لم تحمل بالضرورة استقراراً لدى حزب الأغلبية البرلمانية. في هذا التاريخ أعلن الأمين العام للأفلان استقالته لدواع صحية. استقالة ولد عباس أتبعت بتعيين هيئة قيادة جديدة أوكلت مهمة تسييرها لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان معاذ بوشارب، الذي شرع في لملمة شتات الحزب على حد قوله بلقاء الإطارة السابقة. في هذا المكان بأعالي وهران جسدت معاني التسامح والعيش معا في سلام. هنا تم إقامة طقوس مسيحية وتطويب رهبان قتلوا خلال العشرية السوداء. الجزائر تفتح ذراعيها لعائلات مسيحية قدمت من مختلف أصقاع العالم لتبين أنها بلد السلم والسلام. في خضم الترتيبات والمبادرات المعلنة لدى بعض الأحزاب، اختتم تجمع أمل الجزائر تاج مؤتمره الأول بخطف الأضواء. مبادرة عمار غول تستحوذ على الساحة السياسية. هنا أعلن الرئيس الجديد القادم لتاج أن مبادرة الإجماع الوطني لبناء جزائر جديدة التفت حولها كل الأطياف السياسية بمختلف توجهاتها وإيديولوجيتها. اختتمت سنة 2018 وحملت معها البشرى للأفلان. انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة تسفر عن اكتساح هذا الحزب لأغلبية مقاعده بعدما كانت لصالح الأرندي في العهدة الماضية. عشية انقضاء سنة 2018، وزارة الدفاع الوطني وفي بيان تنتقد بعض العسكريين المتقاعدين لتخليهم عن واجب التحفظ وإصدارهم أحكاما مسبقة إزاء موقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية. البيان يشدد على أن هؤلاء الأشخاص تحركهم طموحات مفرطة ونوايا سيئة. هي إذن سنة تختتم بحراك ميز المشهد السياسي،
توافقات تحدث تارة واختلافات في الرؤى تبرز تارة أخرى، لتبقى كل التوقعات منتظرة على نتائج ما طرح من مبادرات للم شمل الفاعلين في الساحة السياسية بالجزائر.